والقضاء في وحلا والصحافة في محنا والقضاء في وحلا والصحافة في محنا والقضاء في وحلا والصحافة في محنا والقضاء في وحلا أم نحضر لمساندة ومؤازرة الصحفي حميد المهداوي في الوقفة طبعا التي تأتي تزامنا مع المحاكمة في الجلسة الثانية ديالو. طبعا اللي تنعتبروا حنا هذه المتابعه متابعه انتقاميه، متابعه لاهداف سياسيه، متابعه بهدف اخراس هذا الصوت، لانه تنعرفوا الطبيعه ديال المتابعه وبانها تاتي من جانب وزير، وتنعرفوا انه للاسف اليوم فاش تيجي وزير بامكانياته ديال الوزاره ويتابع صحفي فقط لانه صرح في قناته أدلف التصريحات ويتابعه في هذا الوقت بالذات اللي تنعرفوا اليوم انه حميد المهداوي يقوم بدور كبير على مستوى الحريه ديال مستوى الصحافه، على مستوى ابلاغ الصوت ديال مجموعه من الفئات ومجموعه وكذلك من خلال فتح مجموعه من الملفات والقضايا في القناه ديالو، وكذلك من خلال الافتتاحيات اللي تيدير او الفيديوهات اللي تيدير في القناه ديالو. وشفنا انه هذه المتابعه تاتي في واحد السياق، ماشي راه قبل تنعرفوا كان مجموعه من المتابعات لصحفيين اخرين، واليوم جاء تنعتبر ان جاء الدور المهداوي. المهداوي قام دور كبير جدا في الملفات ديال النساء ورجال التعليم، في الملفات ديال الطلبه ديال الصحه، في الملفات ديال القضاء المحامين وملفات المحامين وملفات اخرى. وبالتالي انا تنعتبر بان هذه المتابعه لها هدف واحد وهو اخراس صوت المهداوي واغلاق القناه ديالو لا اقل ولا اكثر. وطبعا من خلاله باغي نبعثوا رساله للاسف للجهات الاخرى باش يقولوا لهم اي واحد ممكن يفكر انه ينهج هذا الطريق هذه، المآل ديالو هو هذا، هو انه المتابعه وتجرجت في المحاكم وطبعا بعد ذلك الاغلاق. اذا سنعتبر ان محاكمه كيديه ظالمه انتقاميه ولها اهداف وابعاد سياسيه، وبالتالي ما يمكن لنا اليوم حنا طبعا انا كاستاذ واش نعرف الدور اللي قام به حميد المهداوي غير فقط في المعركة الأخيرة التي نعتبرها انا شخصيا اقوى واكبر معركة عرفتها الشغيلة التعليمية. كان لمنبر حميد المهداوي دور مهم جدا في هذه المعركة ووصل الصوت ديالنا، وربما لولا القناة المهداوي ربما كانت تاخذ المعركة ابعاد اخرى. لذلك ما يمكن لي الا نكون في جنبه وما يمكن لنا الا نعرفوا الاهداف الحقيقية لهذه المتابعة هو اخراس هذا الصوت. واليوم تنعرفوا خصنا نعرفوا جميع بانه كاين ملفات خطيره جدا تنوي الدوله تنزيلها، وعارفه تكون عندها مقاومه قويه جدا، وبالتالي عارفه ان مثل هذه المنابر الاعلاميه تقوم دورها في هذا الاتجاه هذا، وماشي غير المهداوي، تنقول المهداوي منابر اعلاميه حره كلها منها طبعا نتوما، وبالتالي غادا تحاول ما امكن الهدف انها تخرس طبعا هذه القناه هذه وتخوف الاطراف الاخرى. اليوم الدوله مقبله على ملف كبير جدا تتعلق ب مصادره حق الاضراب عبر تنزيل قانون تنظيمي للاضراب، وتنعرفوا ان المرامد هذا القانون هو انه يعني تكبيد الحق الاضراب، وكذلك كاين الملف ديال التقاعد، وكاين ملفات الان ما تيتكلموا على كنوبس مع لا سينيسيس، وكاين ملفات اخرى، ملفات قويه جدا، ملفات حاسمه. وبالتالي الحكومه والدوله غتهدف باش تنزل هاد القوانين هذه وهاد الاجراءات التراجعيه، خاصها يعني تفتح الطريق، وباش تفتح الطريق يبدا الامر باغلاق مثل هذه المنابر واخراس مثل هذه الاصوات، لان ما يمكن الا نعلن التضامن ديال لا مشروط ونحضروا في هذه المحاكمة ونتبعوها إلى أن يتم طبعا توقيف كل هذه المتابعات في حق الصحفي المهداوي وسحب هذه المتابعة والاعتذار له ولباقي الصحفيين. وللأسف هذه المحاكمة خصنا نعرفوا تأتي في واحد السياق اللي مؤسف، أن بلادنا تنعرفوا أنه قبل كانت تمت الإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين ديال الرأي، كانت تتمنوا أن الأمور تمشي في هذا الاتجاه، فإذا بنا نفاجأ أن وزير العدل للأسف الشديد يمشي في منحة معاكس وهو يرجعنا اللور بسنوات عبر هذه المتابعه، ولا سيما ان الامر يتعلق بشكايه من وزير، ان وزير في حكومه يسخر الامكانيات للوزاره من اجل متابعه صحفي، غير فقط هذه تبين بان هي متابعه سياسيه انتقاميه كيديه وليست لها اي ابعاد اخرى. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.